بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، تعلم كيفية الخشوع في الصلاة قبل الندم، لأن الموت يأتي فجأة، يأتي بغتة. الموت لا يأتي إلا بغتة أخي الحبيب، لا أحد يستشيره الله قبل الموت إلا طبعا الأنبياء الكرام، لأنهم أصلا لا يريدون الحياة الدنيا. أما نحن، لو أن ملك الموت استشار أحدنا لا يحب لقاء الله ولا يريد أن يموت. لذلك هذا الموت جعله الله يأتي بغتة أو فجأة للناس. ولكن طبعا المؤمن هناك إشارات خفية تأتيه كإنذارات هو يدركها، كإلهام من الله عز وجل، يدرك أن اللقاء اقترب فيشتاق للقاء ربه. أما الإنسان الغافل، الموت لا يأتيه إلا بغتة، والساعة لا تأتي إلا بغتة أيضا. لذلك قبل أن يباغتنا الموت، وقبل أن نعرض أنفسنا لهذه الآية الكريمة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، نحن على موعد مع الموت. قبل أن نندم، تعلم معي سر الخشوع في الصلاة، وهو بسيط جدا أخي الحبيب، وهو سهل ويسير على من يسره الله. هي معلومة فقط تضيفها لمعلوماتك، لأن أساس النجاح في الدنيا والآخرة هو الخشوع. هذا ليس كلامي، هذا كلام الله عز وجل. الله أخبرنا عن فئة من الناس أفلحوا، والفلاح هنا هو النجاح في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام نجح على المستوى الدنيوي والأخروي. هناك أصحاب المليارات كثير منهم نجح على المستوى الدنيوي، ولكن أين هو الآن في الآخرة؟ أين هو الآن بعد الموت؟ الله أعلم. لذلك نحن نريد النجاح في الدنيا والآخرة، الخشوع هو مفتاح النجاح. انظر معي إلى هذه الآية الكريمة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الأنبياء، لماذا استجاب الله دعاءهم في سورة الأنبياء؟ ارجعوا لسورة الأنبياء وانظروا إلى دعاء سيدنا أيوب. سبب استجابة الدعاء هو الخشوع كما سنكتشف الآن. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. خذ مثلا قصة يونس، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. سيدنا زكريا كان بعمر 80 وامرأته عجوز، الله عز وجل وهبه سيدنا يحيى بمعجزة. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. طيب، أنا الذي جعلني أتساءل، لماذا استجاب الله دعاء هؤلاء الأنبياء بسرعة، مع العلم أن إنسان في بطن الحوت من يستطيع أن ينقذه في ظلمات البحر، ظلمات أعماق المحيط، ظلمات الليل؟ طب إنسان بلغ 80، من يستطيع أن يهبه ولدا وامرأته عاقر؟ طيب مثل سيدنا أيوب، من الذي يستطيع أن يشفيه إلا الله عز وجل؟ قال سبحانه وتعالى ليعرفنا سر استجابة الدعاء، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا ماذا؟ وكانوا لنا، هؤلاء الأنبياء الذين استجاب الله دعاءهم، وكانوا لنا خاشعين. إذن الخشوع هو مفتاح استجابة الدعاء ومفتاح النجاح، وبالتالي هو مفتاح الوصول إلى الله عز وجل. طيب كيف أخشع في صلاتي؟ مشكلتنا أننا إذا دخلنا في الصلاة، معظم الناس يصلي خوفا من عذاب الله،
نسبة قليلة جدا من يصلي حبا في الله رغبة بما عند الله. هؤلاء الأنبياء كيف كان حالهم؟ إنهم كانوا يدعوننا رغبا أولا، ليس رهبا، رغبا يعني حبا وطمعا في جنة الله والقرب من الله، ورغبة بما عند الله، ورهبا يعني خوفا من عذاب الله. نحن جعلنا الخوف قبل الرجاء. فأنت إذا ذهبت وقفت أو نويت الصلاة، خذ دقيقة فقط قبل أن تدخل في الصلاة، هكذا دقيقة، هيئ نفسك للقاء الله عز وجل. أحدنا إذا قرع الباب وكان أحد بالباب، يعني شخص مهما كان، تجد أنه على الأقل يهيئ نفسه ويخرج له، الصديق أو غير ذلك. طب أنت في هذه الصلاة على لقاء، على موعد مع الملك، لقاء مع الله، تواصل. الصلاة يعني هي الصلة مع الله عز وجل. طيب أنا أدخل هكذا قبل أن أهيئ نفسي، على الأقل أفكر لدقيقة واحدة فقط، فكر أنك ستلقى الله في هذا اللقاء وهو الصلاة. ماذا سأطلب من الله؟ كيف سأتدبر القرآن؟ يعني عندما تقول الله أكبر، هل تقولها وتمشي هكذا وتتابع الصلاة؟ لا، يجب أن تفكر أن الله أمرنا أن نقول الله أكبر لحكمة. طب لماذا لا نقول سبحان الله عندما نبدأ الصلاة؟ لماذا لا نقول كلمة أخرى؟ لماذا الله أكبر؟ كأن الله يريد أن يقول لك إذا بدأت بالصلاة يجب أن تعلم أنك تقف بين يدي الملك الذي هو أكبر من مشاغلك التي تدور في رأسك، أكبر من مشكلتك التي تفكر فيها، أكبر من الناس الذين تحسب لهم حسابا، أكبر من كل شيء، أكبر من همومك، أكبر من مرضك. هو القادر، وإذا مرضت فهو يشفين، هو القادر أن يرزقك، أن يرزقك، هو القادر أن يحفظك، هو القادر أن يحميك من الشر، هو القادر أن يسخر لك الكون كله. أخي الحبيب، كل الكون الله قادر أن يسخره لك، ولكن بشرط أن تدرك أنه فعلا هو أكبر من كل شيء. لذلك إذا قلت الله أكبر، كل الهموم والمشاغل والمتاعب كلها أصبحت وراء ظهرك، لأنك تقف أمام ملك عظيم سبحانه وتعالى، مالك الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى. فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يجب أن تستحضر رحمة الله، يجب أن تعتقد وتظن، بل تستيقن أنك تعبد وتقف بين يدي إله الرحيم، أرحم من أبيك وأرحم بك من نفسك. هذا الإله الرحيم يريد لك الخير، يحب لك الخير، ولكن البلاء الذي أنت فيه أخي الحبيب هو لمصلحتك، المرض الذي تعاني منه والله هو لمصلحتك، ليرفع درجتك عند الله، لينقذك من المعصية. النقص وضيق الرزق الذي تتعرض له هو ليمنعك من المعصية، لتكثر من الدعاء، لتلتجئ إلى الله، لأن الله يحب من العبد أن يلتجئ إليه. فهذه أساليب الله عز وجل ينزلها عليك، يبتليك بها، يحب أن يسمع دعاءك، ولكن لا يحب أن يسمع دعاء الملحد المشرك الضال الظالم. لا، أنت بمجرد أن وقفت بين يدي الله، اعلم أن الله هداك لتقف بين يديه. هناك 8 مليارات إنسان في الأرض الآن، لماذا اختار الله أناسا محددين ليقفوا بين يديه؟ لأنه رضي عنهم. اعلم في هذه اللحظة أن الله رضي عنك، أنه يحبك، هو الذي جاء بك. وبالتالي
أمام كل هذه النعم يجب أن تقول الحمد لله رب العالمين، يجب أن تخرج من أعماق قلبك هذه الكلمة، الحمد لله على نعمة البصر والسمع، ونعمة أنني أستطيع أن أقف، أستطيع أن أتكلم، نعمة أنني أحمد الله أصلا. وبالتالي يعني يجب أن تتذوق الكلام الذي تقرأه، ليس مجرد ببغاء تقرأ الفاتحة في 5 ثواني والصلاة كلها في 2 دقيقة ثم وأنت تصلي تفكر بمشاغل الدنيا. لا أخي الحبيب، اهدأ وصلي بهدوء باطمئنان، أطل الصلاة، اقرأ الفاتحة بهدوء عندما تقول مالك يوم الدين، كل الظلم الذي تعرضت له يجب أن تعلم أن هناك يوما يملكه إله واحد فقط، هو الذي سيأخذ لك حقك ممن ظلمك، عندما يقول الله تعالى في ذلك اليوم لمن الملك اليوم، ولا أحد يجيب، فيجيب نفسه عز وجل ويقول لله الواحد القهار، الواحد القهار الذي قهر كل شيء، كيف لا يقهر وكل شيء من خلقه من صنعه سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، يجب أن تتخلص من حب الدنيا، من حب المال، من عبادة المخلوقات، وتخلص عملك ودينك وعبادتك لله عز وجل، وتقول يا رب أنا أخلصت كل شيء من أجلك. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، من غير المعقول أن تقول اهدنا الصراط المستقيم تنهي الصلاة ثم تكذب ثم تغش ثم تظلم ثم تتكلم كلام لا يحبه الله. هذا هو الخشوع أخي الحبيب، الخشوع أن تفكر بكل كلمة وتعيشها وتتذوق معاني هذه الكلمات. إذا قرأت مثلا آية من القرآن، يعني مثلا إذا قرأت مثلا قل هو الله أحد، يجب أن تستحضر الحبيب عليه الصلاة والسلام وكأنه هو الذي يخاطبك، يعني قل يا محمد هو الله أحد، قل لهم أخبرهم، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبك ويقول الله أحد. إياك أن تظن أن أحدا من الكون يستطيع أن يؤذيك إلا بأمر الله، موتك وحياتك ورزقك وعملك وكل شيء هو بيد الله عز وجل، هذا معنى الله أحد، لا إله آخر. هكذا أريدك أن تفكر بكل كلمة. ويفضل أخي الحبيب قبل أن تقرأ السورة اقرأ تفسيرها مثلا، ثم عندما تصلي تتوجه لله عز وجل، تعتبر أنك في لقاء مع الله، تدعو الله في السجود، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه متى؟ أقرب لحظة وهو ساجد. فعندما تسجد أكثر من السجود، لا مشكلة، ادعو الله 5 دقائق، ما هي المشكلة؟ الموت قريب سيأتيك، اغتنم هذه الدقائق وأنت ساجد بالدعاء لله عز وجل للتقرب إلى الله. عندما تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، يجب أن تفكر بهذه المعاني، وأنت تسجد لله تقول سبحان ربي الأعلى، يعني الله أعلى من كل شيء، هو الملك، هو المتحكم، هو المتصرف. مع ممارسة الصلاة بهذه الطريقة ستجد تدريجيا أن حب الدنيا انتزع من نفسك، مشاكلك لم يعد لها أي قيمة مع هذا الخشوع، ستعزل نفسك عن الدنيا، ستشعر براحة نفسية. والخشوع أخي الحبيب هو علاج، في الغرب ليس لديهم عبادة الخشوع،
يلجأون لما يسمى بالتأمل. تجد أحدهم يجلس أمام شمعة يتأملها دون أن ينطق. ووجدوا فوائد لهذا العمل، تصوروا يعني فوائد على منطقة الناصية التي في خلف الجبهة من الدماغ، وجدوا فوائد كثيرة جدا في علاج الآلام وتخفيف الآلام وغير ذلك، وفي مجال الإبداع وفي مجال القدرة على اتخاذ القرار السليم إلى آخره. هناك بحث طويل عن هذا الموضوع، التأمل. طب نحن الله أكرمنا بعبادة الخشوع، إذا منذ هذه اللحظة أخي الحبيب سارع للخشوع، احفظ هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. احفظ هذه الآية عن الأنبياء: وكانوا لنا خاشعين. إذا أردت أن يستجيب دعائك أو يستجاب دعائك، كن من الخاشعين. والله مدح الخاشعين والخاشعات في القرآن، والخشوع أخي الحبيب هو صفة الأنبياء. حتى الجبل لو أنزل الله عليه القرآن ماذا قال؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ماذا؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. الحجارة تهبط وتهوي من خشية الله، ولكن للأسف قلوب بعض البشر أقسى من الحجارة. ثم قست قلوبكم، كما تحدث الله عن اليهود، هؤلاء الذين يقتلون الأطفال وقتلوا الأنبياء من قبل. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. المهم أخي الحبيب، هذا الخشوع مهم جدا أن تعيشه. أولا يقربك إلى الله، يقودك للنجاح، وهو وسيلة للعلاج، وسيلة للإبداع، وسيلة لتخفيف مشاكل العصر، وسيلة لتنسى الهموم، وهو وسيلة لاستجابة الدعاء كما استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء أنبيائه الذين نسأل الله أن نكون منهم، أن نكون من الذين قال الله فيهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.